اور آج کی محفل پاک کا آغاز آیات بینات نور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے فرما کر ہمارے قلوب و ذہن کو اللہ کے پاک کلام سے معطر منور فرمائیں جناب محترم قاری سلمان عطاری صاحب. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب بالعزة عما يصفون سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي سبحان الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز سبحان الله. ربي زد فزد ما شاء الله. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم.